عسلامة عسلامة، مرحبا بيكم الناس الكل. اليوم اخترت اني نصور لكم هيك بدبي، وحددت لكم يعني بالتحديد غرف النوم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. انا صورت لكم قبل هيك بدبي، ف يعني فيديو فيه اكثر من حاجة وفي حاجات معناتها مختلفة وشامل وكامل، ولكن المرة هذه اخترت اني صور لكم غرف النوم لاني جاتني برشا رسائل على صفحتي على الفيسبوك وتحبوا تشوفوا غرف النوم والأسعار والديكورات، فهذا هو. إن شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساوش لايك وشير، إذا أنت أول مرة تتابعني اشترك في قناتي وفعل الجرس مش كل ما ننزل فيديو جديد يجيك إشعار لتليفونك. شكرا وإلى اللقاء. وقبل ما ننسى ياريت تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك، صفحتي اسمها جولة أوروفيو. باي باي. شوفوا هذا قديش السرير، أنا الأسعار مش فاهمتهم بصراحة. هذا السرير سعره 1845 درهم. وهذا 395 درهم. الخزانة هذية ب 12000، غالية 12895 درهم، كبيرة من داخل. Thank you.